فعاليات سفينة قناة السلام للشباب العربي. ايه قناة ايه سفينة السلام للشباب العربي؟ دي مبادرة بتنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموجودة وهتستمر لغاية 2 نوفمبر ان شاء الله ضمن أنشطة القاهرة عاصمة الشباب العربي 2018-2019. السلوجن بتاعنا ايه او الشعار بتاعنا ايه؟ حلم واحد هدف واحد. طب ايه الصور دي والدول المشاركة؟ مثلا فلسطين، جيبوتي، عمان، جزر القمر، الجزائر، تونس، اليمن، الأردن، موريتانيا، الصومال، السودان، مصر. طبعا الشباب العربي ده موجود وراح عمل جولة سياحية في الأهرامات وراحوا أماكن سياحية تانية، كلموا عن انبهارهم بالأهرامات. يعني إيه بقى المبادرة دي كلها ونستفيد منها إزاي؟ يعني هذا الجمع من الشباب اللي موجود وزار أماكننا السياحية والأثرية، إزاي نستفيد منه؟ تعالوا ناخد هاتفيا الدكتور علاء الدسوقي المسؤول التنفيذي لبرنامج سفينة قناة السلام. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. أنا هبدأ بس أقول لحضرتك حاجة لمنتهى الأمانة وأنا صريحة وما تزعلش مني، أنا لغاية لما زمايلي النهاردة قالوا لي على سفينة قناة السلام ما كنتش سمعت حاجة عن الموضوع ده، فأنا ربما ده تقصير مني، ما بقراش كفاية، وربما الحقيقة لم يعني نعلن بالشكل الكافي عن المبادرة دي، مع أن أنا شايفها حاجة محترمة جدا، شباب من 6-7 دول و 12 دولة فندم، 12 دولة وراحوا الأهرامات والشعار حلو قوي، حلم واحد هدف واحد. فلو سمحت تكلمنا اكتر عن برنامج سفينه قناه السلام يا دكتور علاء. زي ما حضرتك اتفضلت يا فندم ان ده احد برامج القاهره عاصمه الشباب العربي، وده بيتم اختيار كل سنه عاصمه من عواصم العربيه في اجتماع المكتب التنفيذي للساده وزراء الشباب والرياضه العرب بيختاروا عاصمه. احنا ده المشروع السابع يا فندم في برامج القاهره عاصمه الشباب العربي من 17 مشروع وزارة الشباب والرياضة بتنفذه يا فندم بإدارتها المركزية المختلفة. طبعا حضرتك ليك كل التقدير والاحترام، وأنا أحييك على صراحتك في موضوع التغطية الإعلامية، لكن إحنا لو كنت حضرتك بتابع موقع وزارة الشباب والرياضة الموقع الإلكتروني بتاعنا أو البوابة، بالإضافة اللي إحنا كان عندنا سفينة النيل الشباب العربي لسه خلصانة وشباب دول حوض النيل، معانا كان معانا 24 دولة وكان معانا إحدى القنوات الفضائية والتلفزيون المصري والمراسلين والاذاعه، لكن هي مش واخده برضه التغطيه الكافيه في وسائل الاعلام. ما انا هقول لك بقى يا دكتور علاء حاجه مهمه، بس مش عايزه الجزء ده في الحوار ياخدنا او يصرف نظرنا عن حلاوه المبادره نفسها. لما حضرتك تقول لي انه الاخبار دي او المبادره دي موجوده على موقع وزاره الشباب والرياضه، وهو انا لو مواطنه وقاعده في البيت انا مش هصحى الصبح من النوم افتح اللابتوب وادخل على موقع وزاره الشباب والرياضه اشوف النهارده عاملين ايه. انا ببقى قاعده بتفرج على البرامج وبسمع الراديو في العربيه فبتجيلي الاخبار دي، فربما بس هنا كنا محتاجين دفع يعني اكبر واكتر. انا اسفه والله ما زعلش مني بس انا صريحه، ربما كنا محتاجين. حضرتك برضو كان في تغطيه من صوت العرب واذاعه الشباب الرياضه والبرنامج العام. طيب كان في تغطيه ليها برضو. طيب احنا لسه فيها والناس والشباب لسه موجودين والدنيا حلوه. البركه فيكم برضه حضرتك، البركه فيكم حضرتك برضه، انتوا تحطوا لنا بقيه الفعاليات واحنا موجودين. بقول لحضرتك احنا لسه ده المشروع رقم 7 من 17 مشروع. احنا دلوقتي طبعا احد الاهداف اللي احنا برضه بنقول للعالم كله، العالم العربي موجود، الشباب العربي موجود مع بعضه، بندير الحواجز ما بين الشباب والدول العربيه، بناكد على هويتنا العربيه، بنوحد ارائنا وافكارنا في القضايا اللي تهمنا وهموم الشباب العربي، لان احنا ثقافتنا تعتبر واحده يعني. وفي نفس الوقت ده بيبقى تبادل خبرات ما بين الشباب العربي. بالاضافه عندنا جزء برضو اللي احنا بناكد عليه اللي هو قناه السويس. قناه السويس ليست بس قناه تجاريه بالنسبه لمصر او حاجه، لا، دي قناه سلام لتقريب المسافات ما بين شعوب العالم سواء العربي او غير العربي. حاجه ثانيه برضو اللي الناس تعرف التاريخ البطولي لمدن القناه. احنا هنزور السويس وهنزور الاسماعيليه وهنزور بورسعيد، وانت عارفه حضرتك طبعا ان مدن القناه بالنسبه لنا مدن غاليه جدا علينا على كل مصري، بطولاتها معروفه على مدار التاريخ. هنعمل لهم جوله سياحيه، طبعا خاطبنا معالي الوزير الاستاذ الدكتور اشرف صبحي، خاطب معالي الفريق مهاب نميش،
بالاضافه الى المحافظتين الثلاثه السويس والاسماعيليه وبورسعيد، هيكونوا في استقبال الوفود العربيه المشاركه، وهيحضروا نموذج محاكاه في نادي هيئه قناه السويس، يشوفوا تاريخ قناه السويس القديمه والجديده. طيب. وايه الهدف منها وكده. الجدول نفسه حلو جدا الصراحه، وفكره ان هم يعدوا على مدن القناه وتتكلموا معاهم عن بطولاتهم وبطولاتهم في تحرير الاراضي المصريه، يعني لا يعني الفكره على بعضها يعني محترمه جدا الحقيقه، عايزين بس مزيد من التواصل، لان كل شاب من دول الحقيقه صوره واحده نزلها على انستجرام او على صفحته على فيسبوك تقول بقى مصر حلوه قد ايه، والمبادرات اللي فيها دي، والشباب عمال يعني يجي مصر في مبادرات مختلفه، يعني ادي عندنا مبادره محترمه، مبادره منتدى شباب العالم طبعا لسه جاي. فانا بحييكم يا دكتور علاء وربنا يوفقكم ان شاء الله. دكتور علاء الدسوقي المسؤول التنفيذي لبرنامج سفينه قناه السلام. خليني اخد كمان هاتفيا الاستاذه نعيمه وراسنا رئيسه الوفد الفلسطيني المشارك في قناه برنامج سفينه قناه السلام. يا اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي، منورانا في مصر. الله يسعدك، انتوا المنورين. الله يخليكي. قولي لي مشاركه الوفد الفلسطيني في هذه المبادره، عملتوا ايه؟ ايه الجديد بالنسبه لكم؟ ايه اللي استفدتوه؟ يعني كلمينا عن هذه المشاركه يا استاذه نعيمه. اول بدايتي بدي احييكم تحيه كبيره من فلسطين. يا اهلا لبلدنا الثاني مصر، مصر الام، مصر الحضاره، مصر العروبه. صراحة احنا الوفد اللي اجى اول مرة بزور مصر، يعني بالنسبة لنا يعني زيارة لها ابعاد كثيرة. اولا انه احنا نتعرف على هاي المناطق ونشوفها يعني بام اعيننا، يعني هنعرف التاريخ، بس الشباب لما بيشوف كمان بعينه وبيسمع بيختلف عنا شو اللي بيسمعه. احنا قلنا من يوم الاربعاء كنا جايين ولسه في اول البرنامج، يعني قلنا يومين شاركنا بالفعاليات اللي شفناها، رحنا على الاهرامات، رحنا على جامع عمرو بن العاص، لفينا في البلد، كثير 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 انبسطنا. اللقاءات الفعاليات اللي ما بين الدول المشاركه كثير كانت حلوه، الشباب تعرف على بعض، على عادات بعض، على ثقافات بعض، جغرافيا وتاريخيا عن المناطق الموجوده في مصر. وبنامل من هون لتخلص الفعاليات اكيد رح يكون في ترابط اكثر، في هدف اكثر، في نجاح اكثر لهي الفعاليات. انا بشكرك جزيل الشكر الاستاذه نعيمه وراسنا رئيسه الوفد الفلسطيني المشارك في برنامج سفينه قناه السلام. وخلونا كمان ناخد هاتفيا الدكتور محمد جرادات رئيس الوفد الاردني المشارك ايضا في البرنامج. يا اهلا بحضرتك يا دكتور. وشكرا لكم على اتاحه هاي الفرصه لنا للحديث عن موضوع اللقاء. اولا بس اسمح لي انقل يعني خالص تعازينا لحادث السيول اللي وقع بالامس في البحر الميت بالاردن، خالص التعازي لاسر الضحايا، وقلوبنا معاكم، والشعب الاردني يعلم جيدا ارتباط المصريين وحبهم واحترامهم ليه يا فندم، خالص التعازي بننقلها لحضرتك. شكرا جزيلا لكم، يعني واحنا وياكم بالحال وحده، واي شيء بصيب اي مواطن بالاردن بمصر بالوطن العربي هو بالنهايه بصيبنا احنا. صحيح. احنا يعني شاكرين جدا لكم لوقوفكم معنا، شاكرين تعازيكم الحاره بهذا الموضوع. دكتور محمد، كلمنا عن ابعاد مشاركه الوفد الاردني اللي جاي يشارك في برنامج سفينه قناه السلام، الفعاليات طبعا، التعاون مع جامعه الدول العربيه، كان في اتاحه الفرصه للشباب العربي ان هم يتعرفوا على تاريخ قناه السويس واهميتها، شفتوا وزرتوا مناطق سياحيه، كلمنا كده النهارده بعد تجربه حضرتك واللي لسه ممتده ومستمره في البرنامج، كلمنا عن ابرز مشاهداتك لهذا البرنامج. شيء طبيعي طبعا انه احنا نحكي كثير وشيء كثير كويس عن زيارتنا لبلدنا الثاني مصر العربيه. بالحقيقه انا زرت مصر اكثر من مره، وخلال السنوات كل فتره وفتره بجد انه في اختلاف كبير، في انجازات رائعه، في تقدم بكل مجالات الحياه. فإن شاء الله أنه هذا التقدم بيستمر للأمام أكثر وأكثر من هيك. يا رب. وبالنسبة لقناة السلام طبعا معروف أنه عندما أنشأت قناة السويس بأيدي وطنية مصرية وقاموا على بنائها، أنها قربت المسافات ما بين الشرق والغرب،
وحلت أكبر مشكلة بالعالم من ناحية المسافة، لأنه كانت السفن من الغرب للشرق تتجه عن طريق الرجاء الصالح، فقناة السويس حلت أكبر مشكلة وقربت العالم من بعضه. وكان يعني الاعتقاد أنه هذا المشروع انتهى، وأن المشروع وصل لهذا الحد، يعني أنه قربت المسافات وانتهى الموضوع. لكن استطاعت الجمهورية المصرية بقيادتها الحكيمة أنها تجد شيء آخر يقرب العالم أكثر عن طريق قناة جديدة لقناة السلام، بحيث أنه تزداد سرعة النقل، تزداد المسافة، تزداد الكمية السفن اللي بتمر من قناة السويس الجديدة. فهذا كلياته طبعا أدى إلى أنه نقل نوعية في عالم التحضر، وفي عالم التقدم، وفي عالم التواصل ما بين العالم. نعم. فهي حقيقة قناة السلام. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور محمد جرادات، رئيس الوفد الأردني المشارك في هذه المبادرة. هي مبادرة محترمة جدا، القاهرة عاصمة الشباب العربي 2018-2019، نابعة من جامعة الدول العربية، زي ما شفنا 12 دولة مشاركة، الشباب اللي موجود كلهم، فرصة للحوار، فرصة لتبادل وجهات النظر. زي ما كنت بقول في البداية، ربما في أجيال، الأجيال الجاية من الشباب مختلف كثيرا مع الأجيال السابقة اللي كانت يعني بتفكر أكتر في إنهاء أي خلافات بالصراعات وبالعنف ربما وبالحروب. في أجيال طالعة عايزة السلام، في أجيال طالعة بتقول كفايانا كرها ولنحيا بالسلام. فكرة البرنامج كمان الحقيقة محترمة جدا، قناة السلام.